رياض ومدارس الوطن العربي القسم الثالث الأساسي. اليوم في مادة التربية الاجتماعية درسنا هو وطن الأردن. بطل الصغير، ما اسم الدولة التي تعيش فيها؟ إنها دولة الأردن. أحسنتم، إنها دولة الأردن، وهذه خارطة الأردن. أين تقع دولة الأردن؟ تقع دولة الأردن في قلب الوطن العربي، وهذا يعطيها أهمية استراتيجية، تقع في قلب الوطن العربي. ما الدول التي تحد الأردن من الجهات الأربعة؟ هيا لنتعرف معا على حدود الأردن من الجهات الأربعة، من الشمال والجنوب والشرق والغرب. من الشمال سوريا، انظر إلى الخارطة لتشاهد من الشمال سوريا، ومن الجنوب السعودية لنشاهد موقعها على خارطة الأردن. من الجنوب السعودية، ومن الغرب فلسطين، ومن الغرب فلسطين. انظر إنها تقع غرب الأردن، فلسطين. أما من الشرق العراق، لننظر إلى شرق الأردن ونشاهد دولة العراق. يحد الأردن من الشمال سوريا، ومن الجنوب السعودية، ومن الغرب فلسطين، ومن الشرق العراق. ما هو المنفذ المائي الوحيد في الأردن؟ إنه خليج العقبة. المنفذ المائي الوحيد هو خليج العقبة، المطل على البحر الأحمر. المنفذ المائي الوحيد في الأردن هو خليج العقبة، المطل على البحر الأحمر.